نحن حتى في لي سالير ديال اللعابه وديال الموظفين بزاف د الحوايج، قررنا اننا نجدد اللاعبين. هذوك اللاعبين راه جددنا لهم بحال درنا انتدابات، اللعابه راه سالات كونطرا ديالهم، دونك عاودنا جددنا معاهم 8 ولا 9 اللعابه، بحال درنا معاهم تجديد العقود، يعني بحال تدبناهم من جديد. دونك جددنا اللاعبين، السي الاطار ديالنا طلب مني يعني كونسونطراسيون في المستوى، فعلا كانت كونسونطراسيون في المستوى في الاستيمان، دامت 21 يوم، داروا معسكر في المستوى، يعني ما نقولكش انني مشيت جوج مرات عنده تشتغل بواحد الحرقه، كيشتغل بواحد الطريقه اللي انا تصدمت فيها، يعني انسان باغي يخدم، ما نقولوش باغي يخدم السيد، دونك خصنا ندوا له يد المساعده ونوقفوا معاه. فعلا رجعنا لعبنا جوج مقابلات، عندنا فعلا الملعب ديال السونتر اللي عندنا في ديال مركز التكوين اللي ديال التدريب، هو ملعب يعني مكرفص ما يصلحش للتدريب، فعلا توقعوا لنا دي بليسير اللعابه خلال لونترينمون ديالهم. عاودنا من بعد جوج مقابلات درنا واحد لا كونسونطراسيون ديال واحد 10 ايام في بن سليمان، من تما مشينا لعبنا مع المحمديه. دونك انا ما تنقولش ما عادش ان النادي يعني فريق اولمبيك اسي ما فيش خصاص بعد لي بوست ديالو، كاين خصاص، وحتى فريق في المغرب ما مكمول نهائيا، اي فريق كيعاني من واحد البلاصه، كتبقى ما عندناش الدفاع كيعاني في اجنحه، انا ما عادش اجنحه كيعاني في لي زاتاكون، ضروري كاين واحد المعاناه. حنا عندنا فريق مزيان، المدرب دير المجهود ديالو، اللاعبين دابا دايرين المجهود ديالهم، هذه الكره تقدر تعطيك تمشي معاك دابا وتقدر ما تمشيش معاك، حنا ما غنطيحوش يدينا الحمد لله. ما بين الثانيه وحنا راه كاين لنا 5 نقاط، يعني راه ما مشينا بعيدش، راه حنا باقي كلشي الفروق كلها باقا في مستوى واحد، راه كاين اللي غاديه مزيانه عندها 17، كاين اللي عنده 16 بزاف، وكاين اللي عنده 14 بزاف، وكاين اللي عنده 12، وكاين اللي عنده 11، دونك كنا متقاربين. يعني البدايه انا كنحسب بان البطوله باقا في البدايه ديالها، علاش هاد الشوشره، علاش هاد الغوات، لا الفرقه مشات، لا ما مشاتش فرقه، ما عمر اولمبيك اسفي غادي تمشي. سيدي رايك شنو استقالات هاد الايام؟ انا غادي نكمل معاك بعد داك الحوار ديالي، فعلا دينا البطوله كيما كتعرفوا كما قلت لكم ان منحه النقل التلفازي والمنحه ديال الترتيب اللي كنا دايرين البروغرام اننا غنديروا واحد ديبار الاول السنه، اننا ما خديناهاش لان عندنا المنع، واصبح ان قررت بان هذيك الفلوس غادي تخلص لنا اللعابه اللي كانوا ديجا ما خدوش المستحقات ديالهم منذ سنوات. لقينا مشكل في البدايه، فعلا استبشرنا بالدفعه الاولى ديال مكتب الشريف فوسفات اللي هو مشكور من هذا المنبر لانه استاجب معنا في نفس الوقت، نعرف عندنا مشكل، خدينا واحد المنحه ديال 3 مليون ديال الدرهم. تصور معايا انت انك بادي لا سيزون كامله، بادي لونترينمون ديالك من شهر 7 وانت تجري ب 3 مليون ديال الدرهم، حنا وصلنا شهر 11. انا بغيت نسول هاد الناس اللي داروا هاد البلاغ، 5 الناس وليس بالكل، البرلمان ديال الفريق راه كل حضر اليوم، وانتم شفتوا بعينيكم راه 70% ديال المنخرطين حضروا، واللي ما حضرش اعتذر، كل اللي في الديار السعوديه في العمره، كل اللي ممرضه، وكل اللي ولد عمو مريض، انا تنهضر بالواقع. دونك باش يجيو اليوم ويقول لك هاد الهضره، خصو يسولوني هاد الناس يقولوا لي كيفاش تعاملتي مع الوضع في اداء الرواتب ديال اللاعبين، وكيفاش كتجير الامور ديالك، خصهم يسولوك باش كتجير الامور. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.